من هناك من يقول يعني أن علي الراشد خسر الكثيرين بسبب ربما قربة من بعض الأسماء، يمكن الجوايهل، يمكن نبيل الفضل، يمكن يعني مو أكيد. تعتقد فعلا أن يعني قربك من بعض الأسماء خسرك ناس كثير؟ شوف، هذا يؤكد شغلة قلتها قبل شوي، أن أنا أوقف مع القضية ما أوقف مع أشخاص. فجوايهل لما كانت عنده قضية خاصة في تزوير الجناسي وفي الازدواجية، وقفت مع القضية، ما وقفت مع جويهل. الواحد لازم يقيم تقييم موضوعي. شق الوحدة الوطنية لجويهل، مو بس تكلم. فأنا مع قضية، أنا ضد أسلوب الجويهل. ولما الجويهل بس كنت تحضر عنده في ندوات؟ ما حضرت له ولا ندوة. ما حضرت ولا ندوة. ولما تكلم بشكل غير مقبول عن القبائل طلعت بيان ضده واستئت منه. ولما غلط على الأخ حمد المطر في داخل المجلس بالحركة اللي سواها، وقفت وشهدت ضده. وبالتالي ما أوقف مع جويهل، أنا أوقف مع القضية. ولا أني ضد جويهل، أنا ضد القضية على حسب الموضوع. لذلك لو أنا مع جويهل كان ما شهدت ضده ولا طلعت بيان في بعض اللي قاله في ندواته. فلذلك البعض يحاول يقرب، لأني أنا وجهت سؤال يوم من الأيام عن الإزدواجية حول النواب والوزراء فقط لا غير، قبل لا يتكلم جويهل في القضية. وجهت سؤال: من لديه إزدواجية حق وزير الداخلية، من لديه جنسية أخرى غير الكويتية من الوزراء والنواب فقط لا غير، دون تحديد أي جنسية معينة، كل الجناسي دون تحديد، من أمريكية لجزر القمر ل... بس هذا نفس النفس اللي كان يتكلم فيه الجويهل، يعني الفكرة نفس الفكرة. أبداً، الجويهل يتكلم عن الكل ويروح على جناسي معينة. أنا أتكلم عن كل الجناسي دون تحديد، وفقط على النواب والوزراء.